السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نهاركم مبروك. ان شاء الله غنشارك معكم الشرك ديال الجلابه او قميص. المهم اللي كان حطيت لكم البارح طريس خفيف، اليوم ان شاء الله غنشارك معكم هذا الشرك اللي ساهل بالنسبه للمبتدئات. الشرك اللي كنجمعوا به جلابه، يكونوا هادو هما اول دروس اللي غادي نحط لكم. حطيت لكم البارح الدرس ديال السنينات، اليوم ان شاء الله غادي لكم الشرك كيفاش تجمعوا، نوريكم التطبيق ديالو ان شاء الله. وبالتوفيق دائما للبنات اللي بغاو يتعلموا ويستافدوا، مرحبا بهم. بسم الله على بركه الله. الخيط كيف تشوفوا دائما على ثلاثة ديال الشعرات، كيف تشوفوا الخيط مبروم مزيان. لا ضروري يكون عندكم الخيط مبروم، باش تجيكم الخدمه تجيكم مزيونه ومتقونه. نبداو هكا الغريزه ديالنا بحال هذا الشكل، ندخلو الخيط هنا، نجيو نضربو غريزة هنا بهذا الشكل. نتمنى الشرح يكون واضح. كنرجع الغريزة اللي حنا ضربنا فيها باش نكونو واحد الغريزة عندنا بهذا الشكل هكا، ونجيو أنفاس قبلتها بهذا الشكل هكا. هذا الشرك ديال واحد ديال الغرزة، نتوما احنا هيتفاك، وغادي نجيو لهاد الغريزة هادي اللي حنا كوناها هاي، وغنضربو فيها. نتوما بهاد الشكل هكا، ونرجعو نضربو قبلتها. وهنا تكونت عندنا هاد الغريزه هادي كيف تشوفوا في الصوره، كبر لكم باش يبان لكم بهذا الشكل هكا. تبقاو غادي نضربوا في هاد الغريزه اللي حنا ضربنا بحال هكا، نجيو ندخلو ليبيرة هناياتي، أو غادي على هاد الشكل بحال هكا. الخيط دائما تيكون الفوق، انتما الخيط هذا ديما الخيط نرجعه الفوق بحال هكا، ما نشدوش شي شدات كبار يفتو بيا، يلاه نشدو مع الجن ديال الحاشيه باش ما كيجيوناش ديك الغرازه ديال الرنده، كيجيو كتجي ديك الخدمه كتجي سواقيه ما كتجيش مزيونه. صافي، وديما في نفس الغريزه تاع الخيط ها هو عندنا دابا، عاوتاني نرجعه عندنا لتحت الخيط على صبعنا، وندخلو لتحت صبعنا بهذا الشكل، عاوتاني هكا، هانتوما شدو الخيط بحال هكا، صافي. وحنا غاديين بهاد الطريقة هكا حتى نكملو الخدمة ديالنا.
هادشي انتم البنات، نبقاو غاديين بهذا الشكل. هذا الخدمه تجيكم من هنا مقاده، الحرير يتبرم مزيان، كل ما كان الحرير مبروم مزيان الخدمه غتجيكم زوينه على ثلاثه الشعرات. كنبرم حيب هو يتبرم مزيان وما يكونش الحرير كيتقطع ولا تيتصوف، لان الحرير راه تيلعب دور في الخدمه. الا كان الحرير غليظ ولا كيتصوف ليكم تيتنفخ داك الحرير تيعطي واحد المنظر خايب. وهادشي اللي كاين، ونتلاقى معكم في فيديوهات اخرين ان شاء الله، وبالتوفيق للجميع. بالنسبه لبنات الطرز والتنبات راه كاين فيديوهات في الصفحه داك الساعه، دخلوا ليهم. وغنبدا معكم الرنده شويه بشويه، داكشي خفيف ان شاء الله. وبالتوفيق دائما للجميع، نتلاقى معكم فيديو اخر ان شاء الله.